بات أمرا طبيعيا أن يقضي المصريون أوقاتا طويلة في الظلام، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة، مع إعلان رسمي من قبل وزارة الكهرباء أنه سيتم قطع التيار مرتين في اليوم وبالتناوب على مناطق الجمهورية. وزاد الأمر ليصل إلى قرار بقطع جزئي للكهرباء عن مطار القاهرة ليثير الكثير من الغضب والاستغراب، في وقت أكد فيه العديد من الخبراء الاقتصاديين أن هذا سيصيب الاقتصاد المصري والسياحة في مقتل، مؤكدين أن السبب الرئيسي في الأزمة الحالية هو سوء إدارة من الحكومة. أزمة أثارت استياء كبيرا بين المواطنين، وصل إلى حد قيام البعض بتظاهرات وقطع للطرقات. كل يوم بتقطع ساعة ساعتين، فبنضطر ان احنا نولع شمعة او نولع لمبة الجاز اللي بتاعت زمان. الوزارة اكدت ان فصل الصيف هو الفصل الذي يعاني خلاله المصريون، وان الازمة تتمثل في نقص الوقود الذي تمدها به وزارة البترول والذي يشغل محطات الكهرباء، اضافة الى زيادة الاحمال. مع ضعف ضغط الغاز الطبيعي يؤدي الى نقص وعدم وجود الوقود البديل، يؤدي الى ان المحطه تخرج من الخدمه. البعض طالب ببدء فورا في تنفيذ اجراءات ترشيد الطاقه بتخفيف الاحمال الكهربائيه على مستوى الجمهوريه، واستخدام المصابيح الموفره للطاقه في اناره الشوارع والطرق الرئيسيه، وغيرها من المقترحات التي تستهدف تفعيل ترشيد الطاقه، مؤكدين ان ترشيد الاستهلاك مسؤوليه اجتماعيه تهم جميع الفئات وقطاعات الدوله. خبراء أكدوا أن مصر سوف تشهد أزمة في الطاقة والكهرباء خلال السنوات الثلاث المقبلة، لذلك لا بد من العمل على تحفيز الاستثمار في هذه المجالات وإنتاج الطاقة من المصادر البديلة. مصر ربنا سبحانه وتعالى حباها بموارد طبيعية غير موجودة لأي بلد آخر، سواء من الشمس أو الرياح، يجب أن نستغل هذه الموارد الطبيعية. فيما طالبت الرئاسة بتزويدها بتقرير يومي عن هذه الأزمة. أزمة أدت إلى ارتفاع أسعار المولدات الكهربية وجعلت من الشموع صديقا فرض نفسه بقوة على بيوت المصريين. أحمد دجات، العربية، القاهرة.